هي احد الاسباب التي ممكن ان تؤدي الى انهيار هذه الدوله، عندما تصبح السلطه متغوله بهذا الشكل. عندما تصبح طالبه مثل نور الهدى، ما شاء الله عليها، بكل هذا الوعي، تلقن هذه السلطه دروس الوطنيه ودروس ايضا في الذود على الوطن، هل يمكن لنا ان نعتبر بان هذه السلطه انتقادها او حتى ربما هكذا مطالبه برحيلها وبرحيل الدوله؟ اقول لهؤلاء بانه تعرف انه الحراك اعطى درس انه حافظ على الدوله الجزائريه، لماذا قدم السلميه؟ وايضا انه حتى الذين اعتقلوا تقريبا نسوا انفسهم بانهم معتقلون وانهم يعانون في السجون الى غد، فكان كل المحامين عندما يلتقون هؤلاء المعتقلين يقولوا لهم قولوا للشعب ان يبقى مستمر ويبقى صامد ويبقى ايضا سلمي، وكانوا يوجهون الرسائل من السجون. هذا اكبر دلاله على ان هذا الحركيين والذين يطالبون بتغيير هذه السلطه بل برحيل هذه السلطه هم يحافظون على الدوله. تعرف استاذ سليم انه الان هؤلاء عندما يفقدون الاعتزاز بالنفس ويعرفون بانهم في الطريق الخطا وانهم خانوا الشعب فيلجؤون لمثل هذا الالاعيب الى غده، ولكن اليوم الشعب انا واعي بهذا، اذا كانت طالبه بحجم هذا ما شاء الله هذا الشبله نور الهدى بهذا الوعي الى غده، فاعتقد انه كل الشباب، انا اقابل يوميا الشباب في المجتمع المدني والشباب ايضا ناشط في الحراك الى غده، تعال اقسم لك بالله الذي غيره على الوطن اكثر من هذا التبون وغيره، واكثر من هؤلاء الذين الان اصبحوا يقدمون انفسهم بانهم اولياء على الدوله. الجزائر لا يمكن لها ان تبقى بهذه السلطه لان فيها خطر، هذه السلطه تشكل خطر حقيقي على المستوى السياسي. طيب اين هي الطبقه السياسيه؟ الم يعيد الشعب بانهم سوف يقدمون طبقه سياسيه على المستوى؟ اين هي المعارضه التي من المفروض موجوده في الدستور ان تعطى لها كل الامكانيات الى غدك ان تتحول مؤسسات للحكم لكي تتحول مره اخرى الى انها تقدم ايضا المقاربات الاقتصاديه والاجتماعيه ان وصلت الى السلطه، ومنها يمكن لنا ان نخرج بوزراء وبمسؤولين وبرئيس دوله في المستقبل الى غدك. كل هذا مش موجود. وسائل الاعلام استاذ سليم هي لغايه الان وسائل الاعلام الخاصه الموجوده هي ما زالت اجنبيه. طيب ماذا ينتظرون؟ انا نعرف بان هناك خطه جهنميه القضاء على الحراك، لان الحراك فعلا صار مش فقط قوي، صار ثقافه متجذره عند الشعب الجزائري، وعندما ترفع كل هذا الشروط، وممكن جدا حتى ان لم ترفع هذه الشروط ممكن جدا ان الشعب يعود، لانه بالنهايه كورونا الحقيقيه هو هذا النظام الحاكم، كورونا الحقيقيه هو هذه السلطه، وبالتالي ان الخوف من كورونا مفروض الخوف من هذه السلطه على الدوله على الوطن وعلى الارث الذي ورثناه من الشهداء. في النقطه الاخرى اليوم الجزائريين القدره الشرائيه متراجعه تقريبا، عندما يتكلم ويقول هذا الرئيس المعين بانه اليوم وفرنا 25 مليار دولار بالنسبه للقطاع الفلاحي الى غديه، طيب روح انت كمواطن وامشي للسوق، هل يمكن لك مثلا ب 1000 دينار انك ممكن تطعم عائله من شخصين؟ لما تتكلم على الـ على الـ على الـ على الـ على القطاع الفلاحي وعلى الانتاج القطاع الفلاحي، تكلم ايضا على مقدره هذا الجزائري ان يشتري هذا المنتوج الفلاحي، وبالتالي انه الاحسن اني انا استورد هذا المنتوجات الفلاحيه وباسعار ممكن تكون متناول الشعب الجزائري احسن بكثير من هذا الفلسفه. مش عارف اذا كانوا يكذبون على الشعب بهذا السفاله وبهذا الدناء، يعتقدون بانه يمكن هؤلاء الاشباه الدكاتره والبروفيسورات والخبراء الى غير ذلك الذين يبيعون شرفهم يوميا صراحه ممكن جدا بهذا الاسلوب يشتريون. لا جميل جميل، لكن